مرة تانية هنروح للميا عشان نتعرف منها على درجات الحرارة المتوقعة بالتفصيل. شكرا ليك يا شاذلي. مشاهدينا، هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة الرطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وهيكون حار الرطب على السواحل الشمالية، لكن بالليل الجو هيكون معتدل يعني قليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وكمان شمال الصعيد، ومايل الحرارة الرطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان في شبورة مائية خفيفة الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وكمان وسط سيناء. بالليل هيكون في نشاط للرياح على بعض المناطق، وده اللي هيقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبه. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس النهارده بتنضم لنا على التليفون الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. طمنينا على اخبار الطقس النهارده. احنا اليوم طبعا مستمرين في ارتفاع درجات الحراره على اغلب انحاء الجمهوريه. ما زالت مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا القادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه، فتؤدي طبعا لارتفاع درجات الحراره في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، فهنحس بالاجواء شديده الحراره الرطبه على اغلب المناطق الموجوده في القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال وجنوب الصعيد، وايضا جنوب سيناء. اجواء حاره رطبه على سواحلنا الشماليه ده خلال فترات النهار. خلال فترات الليل مع غياب اشعه الشمس هنبدا نحس بالاعتدال الأجواء على أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة مع وجود نشاط رياح خلال فترات المساء هيقلل إحساسنا بنسب الرطوبة ونحس معاه بانخفاض درجات الحرارة. إن شاء الله متوقع من غدا يبدأ درجات الحرارة تنخفض بحوالي 3-4 درجات، نبدأ تاني نحس بالأجواء الخريفية على أغلب أنحاء الجمهورية، والانخفاض ده هيستمر معانا لنهاية هذا الأسبوع، يمكن كمان مع نهاية الأسبوع هيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. غدا العظمى على القاهرة الكبرى متوقع 32 درجة مئوية، من بعد غدا كمان هتوصل ل 31 درجة مئوية. التوزيعات الضغطية اللي هتأثر علينا تبدأ تختلف بشكل كبير، وهيبقى فيه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة واللي هتحجب جزء من أشعة الشمس، بالإضافة كمان في فترات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل متوقع استمرار تكون لشبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهتؤدي لانخفاض خفيف في الرؤية الأفقية، مهم جدا ناخد بالنا منها، مع تكونها دايما بيكون في الساعات المتأخرة من الليل وبتستمر حتى سطوع أشعة الشمس. طيب، هو المعروف عن فصل الخريف دايما في ارتفاع وانخفاض في درجات الحراره، خلينا نقدم بعض النصايح اللي ممكن تقدميها للاسر وخصوصا الطلبه اللي بيخرجوا الصبح بدري جدا مع اول ايام الدراسه في ارتفاع زي ما بنقول، وبعدين بكره هيبقى في انخفاض في درجات الحراره ممكن تعرضهم لدور برد او حاجه، نقدر ننصحهم بيه؟ بالفعل دايما الخريف معروف بتقلبات الجويه الحاده والسريعه، وخاصه المتذبذب الكبير في درجات الحراره بين فترات النهار وفترات الليل وفترات الصباح الباكر، واحنا مع نهايات هذا الاسبوع هنبدا نشهر ببعض البروده خلال فترات الصباح الباكر، مهم جدا للاطفال في كبار السن نبدا نزود قطعه ملابس اضافيه للاطفال او نصطحب معانا جاكيت خفيف لما نحس بانخفاض درجات الحراره نرتديه، مهم جدا المتابعه الجيده للنشرات الجويه بصوره يوميه لان وارد جدا التنبؤات الجويه بفضل الخريف بصورة. مشكورك في النهاية، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي خلونا نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى 35 والصغرى 24، العاصمة الإدارية 35-24، اسكندرية 32-23، العالمين الجديدة 32-23، مطروح 31-23، دمياط 31-23، بورسعيد 32-24، الإسماعيلية 36-23. السويس العظمى فيها 35 والصغرى 23، العريش 33-23، كاترين 31-18، طابة 33-24، حلايب 33-28، شلاتين 37-26، شرم الشيخ 37-28، والغردقة 38-27. الفيوم العظمى فيها 36 والصغرى 23، بني سويف 36-23، الوادي الجديد 39-26، أسيوط 36-23، سوهاج 37-24، قنا 40-25، الأقصر 40-25، وأسوان العظمى فيها 41 والصغرى 26. ودلوقتي هنروح لشاذلي نكمل معاه باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا لمي.